السابع عشر أن يحافظ على سلامة المعتقد والتوحيد، فإن بعض الناس تسوقه المعصية إلى البدعة ثم إلى الشرك والكفر، وبعض الذين سافروا للخارج في الابتعاث تنصروا، وبعضهم ألحد وكفر بالله وبكل الأديان، حتى قال واحد منهم قبل أيام وهو في بلاد الكفر في مقابلة معه: أنا لم أسفع في حياتي على شيء إلا على أمرين، أني كنت مسلماً وأني تكلمت بالعربية، تأسف على الإسلام واللغة العربية. مسخ مسخ. ينتقلون من بيت مسلم من مكان فيه أذان وصلاة وشيء يذكر بالدين إلى بلد كفر وكبائر وتمرد على الله وإلحاد وزندقة وصليب. وشياطين يدعونهم إلى كل فاحشة، فيصبح في الملاهي والمراقص، ثم بعد ذلك تجر هذه إلى الانخلاع من ربقة الدين والانسلاخ مما كان فيه من أصل الإيمان والتوحيد. لعبت به الدنيا، ولولا جهله ما كان في الدنيا يخوض ويلعب. لزم التقلب في معاصي ربه، إذ بات في نعمائه يتقلب. يستغفر الله الذنوب، وقلبه شرها على أمثالها يتوثب. يغري جوارحه على شهواته، فكأنه فيما استباح مكلب. أضحى بمعترك المنايا لاهيا، فكأن معترك المنايا ملعب. هذا الثامن عشر، وهو عدم الاستمراء بالمعصية، لا تستمرئ. والتاسع عشر: لا تحب العاصين ولو كنت عاصيا، ولا تبغض الطائعين وإن كنت مفرطا في الطاعة، بل ليبقى الحب والبغض شرعيا. يسلم للإنسان شيء قد ينجو به يوم القيامة، على الأقل ينجو به من الخلود في النار. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. قال عبيد الله بن شميط عن أبيه ينقل النصيحة، كان يقال: من رضي بالفسق فهو من أهله، ومن رضي أن يعصي الله عز وجل لم يرفع له عمل. ومن المآسي أن من أحب المعصية يأثم ولو لم يعصي. ولذلك بعض الناس ذنبه في قلبه ولو لم يقترف بيديه. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. عباد الله، نحن وإن كنا نشجع أولادنا ونقوي نفسياتهم على مقربة من ساعات الاختبارات والامتحانات، فإننا لابد أن نذكرهم بالله عز وجل والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا لم يقترب في وقت الشدة فمتى يقترب؟ لكن لا يصح أن يقبل على الله في وقت الشدة كالامتحانات ثم يتخلى ويترك في وقت الإجازات، فالله رب الشهور والأيام جميعا. وهذه الملهى الكبيرة التي ستبدأ اليوم ربما تخرب على أولادنا حتى قضية الإقبال على الله في وقت الشدة، لأنها تلهيهم عن طاعة الله بما فيها من مناسباتها. فيكون دور الأبوين الحكيم
في قضية صرف الولد إلى ما ينفعه عما لا ينفعه. ففرجة وراء فرجة، وفي كثير من الفرجات منكرات، تضيع ما ينفعه ويحتاج إليه من الدراسة والشهادة التي هي سبب للوظيفة والزواج والمكانة في المجتمع، وكف النفس عن السؤال وعدم مد اليد للآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا وأولادنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، واكتب لنا التوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، إنك أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا يا تواب. اللهم وفقنا للتوبة النصوح، واجعل عملنا خالصا لوجهك، سدد ألسنتنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم نور أفئدتنا بطاعتك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا أرحم الراحمين، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. لا تخزنا يوم يبعثون، واجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم. أمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.